السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة الكريمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها لنصحح بها الواقع، لأننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات، وظن الكثيرون أن الحياة تنتهي بالموت، ونسي هؤلاء أنهم سيبعثون بعد الموت ليعرضون على ملك الملوك جل جلاله للحساب والسؤال عن القليل والكثير، عن الصغير والكبير. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد توقفت مع حضراتكم في الحلقة الماضية عند هذا المشهد الرهيب، حين تحشر البشرية كلها، لا بل تحشر الخلائق كلها، الجن والإنس والطير والوحوش، كل الخلائق، وإذا الوحوش حشرت، حشرت الخلائق كلها، وحشر الناس جميعا، ووقفوا في أرض المحشر والشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل، وجهنم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرناه، والحديث رواه مسلم، تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب الله جل وعلا. والرسل جميعا بعد شفاعة المصطفى ليقضي الله بين الخلق يقولون: اللهم سلم سلم، إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل والكل غارق في عرقه على قدر عمله، في ظل هذا الهول وفي ظل هذا الكرب، حين يأتي الملك إتيانا يليق بكماله وجلاله. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الملك جل جلاله يجيء كما يليق، مجيئا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. في ظل هذا الهول والكرب أيها الإخوة الكرام، ينادي الحق تبارك وتعالى
ويأذن لزمرة كريمة من أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لتدخل الجنة مباشرة بغير حساب ولا سابقة عذاب. توقفنا في الحلقة الماضية عند هؤلاء قبل أن نشرع في الحديث عن الحساب، وقبل أن نبدأ الكلام في هذا الموقف الرهيب من مواقف القيامة، أقول في ظل هذا الرعب وفي ظل هذا الموقف المهيب، تتقدم زمرة من أمة الحبيب المحبوب لتتقدم مباشرة إلى الجنة بلا حساب، لن تقف في هذا الموقف الرهيب للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى، بل ولن تعذب لا بالموقف ولا في النار، لتنطلق إلى الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا الله، من هؤلاء السعداء؟ من هؤلاء السعداء؟ الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعرني قلبك وسمعك وبصرك بل وكيانك أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، اسمع ماذا قال المصطفى. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحبيب: عرضت علي الأمم. متى كان هذا العرض؟ ثبت في غير رواية الصحيحين عند الترمذي أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج. اسمع: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني إيه؟ يعني تعرض الأمم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي في طريقها إلى الجنة. عاوز حضرتك تتصور أمة من الأمم يرسل الله لها نبيا كريما من أنبيائه، فلا يؤمن من أفراد هذه الأمة الطويلة العريضة الكبيرة إلا الرهط، ما دون العشرة، يا الله، 9 8 7 ما دون العشرة يؤمنون من هذه الأمة فقط بهذا النبي الكريم الذي أرسله الله إليها، فتدخل كل هذه الأمة إلى النار، ويدخل هذا النبي مع هؤلاء الأفراد القلائل الذين آمنوا بالله وآمنوا بهذا النبي، يدخل معهم هذا النبي إلى الجنة. فرأيت النبي ومعه الرهط في طريقه إلى الجنة، نبي يدخل الجنة معه رهط فقط من أمته، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. يا ربي، لا يؤمن بهذا النبي إلا رجل أو رجلان. ورأيت النبي وليس معه أحد، نبي يبعث في أمة فتكفر كل الأمة بهذا النبي المرسل، فيدخل هذا النبي وحده إلى الجنة وتدخل أمته كلها إلى النار. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم. يعني رأى النبي كوكبة عظيمة وجمهرة كبيرة في طريقها إلى الجنة، أكيد الأمة المحمدية دي أمتي. قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه ممن آمنوا بالله وآمنوا بنبي الله موسى. هذا موسى وقومه، هذه كرامة ومنقبة لكليم الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذا موسى وقومه. الله، مال فين الأمة؟ أين الأمة المحمدية الميمونة المباركة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، رأى كوكبة عظيمة جدا في طريقها إلى الجنة. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: هذه أمتك. خلي بالك، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا الله، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب معلش، وقف معايا بس شوية مع دول.
وهرجع لبقية الحديث لأنه جليل جميل. مين دول؟ ومعهم 70,000. النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. يا الله، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. طيب خد رواية تانية جميلة قوي في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام البيهقي ومستدرك الحاكم بسند صحيح بشواهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر. الله، ممكن كثير من أحبابي وإخواني وأخواتي يقول: يا 70,000 في الأمة عدد يعني قليل جدا، الأمة الآن ما شاء الله 1,300,000. أسأل الله أن يباركها وأن يزكيها وأن يرحمها رحمة واسعة وأن يردها جميعها إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. العدد في الأمة عدد قليل قوي، ما فاتتش النبي عليه الصلاة والسلام، ما فاتتش النبي دي. النبي طلب الزيادة. أيوة طلب الزيادة. اسمع، قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000، فزادني مع كل 70,000. والله أنا معتقد أن برضو لو ضربنا 70,000 في كل 1,000 والله يبقى العدد أيضا قليل في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما فاتتش النبي طلب زيادة. اسمع، خذ البشرة: لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء لأنك من الموحدين ومن أتباع سيد المرسلين. والانتساب يا إخواننا له مقتضيات وله متطلبات، مش مجرد كده انتساب بالكلمة إطلاقا، ده بالقول وبالتصديق وبالعمل، بالقول وبالتصديق وبالعمل عشان تنال هذه الكرامة وهذه المكانة. مش تتواكل على هذا الفضل وعلى هذه الرحمة، يبقى هذا فهم مغلوط ومقلوب لهذه البشريات التي يبشرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الكريم لما تكرمه يزداد حبا لك وإجلالا وطاعة، أما اللئيم يزداد تمردا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده. فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نالت هذا الشرف وهذه الكرامة إلا بتوحيدها لله وباتباعها للصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. مش مجرد أماني، ليس الدين بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وما صدقته الأقوال والأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. اسمع النبي يقول ايه، قال: فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. خذ البشرة دي. قال: ثم يحثي ربي بكفه 3 حثيات. فكبر عمر بن الخطاب، قال: الله أكبر الله أكبر، لأن عمر استوعب المعنى. ايه المعنى؟ وضح لنا المعنى. ما اقدرش، لكن اقرب لك المعنى بكلام تاني للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري الطويل، وسارجع اليه بعد ذلك ان شاء الله وانا اتكلم عن الصراط. النبي بيسأل عن الصراط، قال: دحض مزلة او مزلة، يعني موطن تزل عليه الاقدام ولا تثبت الا لمن ثبت الله اقدامه. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط. قال: فيمر عليه المؤمنون كالطرف،
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش، النار طوله مرسل ينجيه الله جل وعلا، ومكدوس في نار جهنم. ذكر النبي شفاعة المؤمنين الذين نجاهم رب العالمين لإخوانهم الذين سقطوا من فوق الصراط، فيقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا، أي فشفعنا فيهم، فيقول ربنا جل وتعالى ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، أي لم نترك في النار أحدا ممن أمرتنا بإخراجه، فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول ربنا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، اسمع، فيقول الملك جل جلاله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة اللي هي معنا في الحديث، ثم يحفي ربي بكفه ثلاث حفيات، فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد امتحشوا تحولوا إلى حمم أو فحم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ كاللؤلؤ. ارجع معي إلى الحديث، ثم يحفي ربي بكفه، لا تعطل ولا تكيف، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. أنا أقسم بالله لا يعلم مقدار حثوة كف الله إلا الله، والله لا يعلم مقدار حثوة الملك إلا الملك. ثم يحثي ربي بكفه ثلاث حثيات، فكبر عمر قال الله أكبر، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر. والله العظيم البشريات لا تملأ قلوبنا جرأة على الله، بل تملأ قلوبنا رجاء في الله. أنا لا أتصور كريما يسمع إلى هذه البشريات إلا ورب الكعبة سيزداد حبا لربه ولنبيه، وسيزداد وجلا وخوفا. هو ذا الكريم، هذا هو الذي يستشعر قيمة هذا الانتساب. أما كما ظن بعض أحبابنا وإخواننا بأن هذه الأحاديث تفتح باب الجنة سبهللة هكذا بنفس اللفظة، لا حاشا لله، من الذي ينال هذا الفضل؟ أمة النبي ممن وحدوا الله جل وعلا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل ولطالما صلى هؤلاء بنص الحديث كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا، لكن لبشريته ضعف. أن بعض أساتذتنا الكبار من كتابنا قال بأن هذه الأحاديث تفتح باب الجنة سبهللة وتملأ قلوب الناس بالتواكل، لا، بل تملأ قلوب الناس بالرجاء في الله وبالثقة في الله، وأنه مهما زلت قدمك في بؤرة معصية ومهما جذبت أشواك المعاصي ثيابك فلا تيأس أبدا
ولا تقنط أبدا. ما عليك إلا أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية، وما عليك إلا أن تطهر ثيابك بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن ترجع إلى الله جل وعلا لتعمل صالحا، ولتجدد الندم على ما ارتكبت وفعلت من الذنوب والمعاصي، وأنت على يقين مطلق بأن الله جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عن العالمين. هذا هو المعنى، هذا هو المراد. أما أن نتواكل على رحمة الله فلا، لن نتواكل على رحمة الله ونحن نضيع العمل، لكن نعمل ولا نثق إلا في رحمة الله جل وعلا. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنحن نعمل، نمتثل الأمر ونجتنب النهي، ونقف عند الحد، ونتبع المصطفى. الحب اتباع، الحب للحبيب اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولله ضر القائل، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد، وتتجلى كرامة النبي أيضا في هذا الموقف العصيب الرهيب، يقول الحبيب أنا فرطكم على الحوض. الله، يعني أنا سابقكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم لا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وإن قصرت أعمالنا اللهم لا تحرمنا، واسقنا من حوض حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. يقول أنا فرطكم على الحوض، فمن مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. اسمع النبي بيقول إيه في نفس الرواية، والحديث في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال حبيب صلى الله عليه وسلم ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. يا الله، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي، إنهم من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا أي بعدا لمن غير بعدي أو لمن أحدث بعدي. يبقى اللي حينال الكرامة والمكانة دي الموحد المتبع للحبيب صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة، والحديث في صحيح البخاري، بيقول للنبي يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس أي من أمتك بشفاعتك يوم القيامة، فقال له النبي لقد علمت ألا يسألني، لقد ظننت ألا يسألني أحد قبلك عن هذا الحديث لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. شايف شرط الإخلاص؟ اللهم ارزقنا الإخلاص. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. شايف الشروط دي؟ قيثي قال خلي بالك منها حتى لا تتصور، كما قال بعض أساتذتنا الأفاضل، أن هذه الأحاديث لا إطلاقا، ده أحاديث مقيدة، ولابد من أن تفهم بهذه القيود وبهذه الضوابط وبهذا الفهم العام. ارجع بقى معايا تاني، مين الأطهار دول اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر؟ مين دول؟ الصحابة لما سمعوا الكلام ده اجتهدوا، قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، أكيد دول الصحابة، والصحبة قدرها عظيم. الصحابي كما قال الحافظ ابن حجر هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام،
وشرف الصحبة لا يعلمه إلا الله. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والآيات كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هتروح فين جنب الصحابة رضوان الله على الأطهار الأبرار؟ ففريق من الصحابة قال: أكيد دول الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الصحابة. فريق تاني قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هؤلاء هم الموحدون الذين تنفسوا أنفاس التوحيد وترعرعوا في بستان التوحيد ولم يتلوثوا بالشرك قط. الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وما أعظم التوحيد وما أشرف التوحيد وما أخطر الشرك! إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل لقد قال الله لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهو القائل بأبي وأمي وروحي: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس. انظر إلى فضل التوحيد، ما أعظمه وما أكرمه وما أشرفه وما أروعه. لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. إلى الآن مش عارفين برضو من دول، من هؤلاء السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. خرج النبي على الصحابة فسمعهم يخوضون ويتناقشون ويتحدثون، قالوا: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في أولئك، أي في أولئك الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من دول؟ اسمع وخلي بالك. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا من المتوكلين. يا التوكل له المرتبة دي! 70,000 الأول الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم المتوكلون على الملك الوهاب. أيوة، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، لأنهم تجاوزوا هذه القنطرة، فهم لا ينزلون حوائجهم إلا بالله وحده، لا يرغبون إلا إلى الله، ولا يفزعون إلا إلى الله، ولا يسألون إلا الله، ولا يلجؤون إلا إلى الله. تجاوزوا قنطرة أن يسألوا أحدا من الخلق أي شيء، هم لا يسألون إلا الله. الراقي محسن، والمسترقي طالب للإحسان والعطاء، وهؤلاء لا يطلبون إلا من رب الأرض والسماء. ولا حرج إن تقدم أحد لرقيتهم فهم لا يرفضون، لكنهم لا يطلبون. أرجو أن تكون الصورة واضحة، والفارق بين الصورتين كبير. هم لا يطلبون الرقية من أحد، وإن تقدم أحد لرقيتهم لا يردون ولا يرفضون، وكذلك لا يطلبون الكي من أحد، وكذلك لا يتطيرون لا يتشاءمون، إنما هم متوكلون على الله، يعلمون علم اليقين أن التوكل هو جماع الإيمان، وهو نهاية تحقيق التوحيد،
وهو صدق اعتماد القلب على العزيز الحميد مع الأخذ بالأسباب. فتعطيل الأسباب تعطيل للتوكل. لا تفهم التوكل على غير مراد الله ولا على غير مراد رسول الله. الأمة أمة التوكل على الله. يجب علينا أن نحقق التوكل على الله بالأخذ بالأسباب، بأسباب الإبداع، بأسباب الإنتاج، بأسباب العمل، بأسباب النصر، بأسباب التمكين، بأسباب التفوق في كل مجالات الحياة. وقلوبنا لا تتعلق البتة بالأسباب بل بمسبب الأسباب، لأن المؤمن على يقين أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. قيل لحاتم الأصم: كيف حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. التوكل هو الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على العزيز الوهاب. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. تاني الكلام الغالي ده: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في السنة في التوكل فقد طعن في الإيمان. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، لأن صاحب السنة ما ترك سببا إلا وأخذ به. وأنتم تعلمون الأسباب التي أخذها يوم الهجرة، بل وكان يقاتل بين درعين، بل وكان يدخر القوت لأهله عاما كاملا، بل وكان يحمل الزاد إذا أراد أن يسافر هنا أو هناك، وهو سيد المتوكلين على رب العالمين. هذه حقيقة التوكل. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. أي من أراد أن يحقق التوكل كما حققه سيد المتوكلين فليأخذ بالأسباب كما أخذ بها سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حقيقة التوكل على الله. توكل جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. هؤلاء هم السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التوكل على الله، وأن تجدد الثقة في الله، لا في دولة من الدول أو في قوة من القوى أو في أمة من الأمم، بل في الله تبارك وتعالى. لأن الذي يدبر الأمر كله هو الله، ولأن الذي يحكم الكون كله هو الله. وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكانياتنا واستطاعتنا، وأن نعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى. فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر الله. وهذا هو الفارق بين الموحد المؤمن التقي وبين غيره من الأشقياء الذين لا يؤمنون برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. من اللي توكل على الله وخيبه؟ من الذي توكل عليه فخيبه؟ من الذي توكل عليه فضيعه؟ من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. هات لي موقف حضرتك عشت انت بنفسك حققت فيه التوكل وخذلك ربك. مستحيل ورب الكعبة. اصدق فقط وخذ بالأسباب وقول: يا رب أنا ما عادش في سبب ما خدتش بيه، وأغلق كل الأبواب في وجهي، ولم يبق لي إلا بابك، والجأ إليه بصدق وتذلل وانكسار، وحقق التوكل عليه. اجتهد وخذ بالأسباب التي تقدر عليها، ثم علق قلبك به، والله سترى الفرج، وسترى الغنى بعد الفقر، وسترى العزة بعد الذل، وسترى الأمن بعد الخوف، وسترى راحة البال واستقرار الضمير بعد القلق والاضطراب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟
وفي قراءة أليس الله بكاف عباده. فقط عاوز أذكر حضرتك بموقف أم موسى، وإلا الموقف كثيرة جدا. موقف أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في البحر. مستحيل يقال لأمة لما تخاف على ابنك ارميه في البحر، مستحيل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، ارميه في البحر وما تخافيش. حضرتك متصور؟ فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن الله أكبر على نون العظمة دي، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مش هنرده كده، لا، وجاعلوه من المرسلين. وإذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة بطيبه جل جلاله وبتوكل عالي جدا، بيقين مطلق. تضع أم موسى رضيعها المبارك في الصندوق أو في التابوت، ترميه في البحر، تلقيه في اليم، ويتهادى التابوت، وأمام قصر فرعون يقف. الله أكبر، هو بعينه الذي يبحث عنه فرعون. لا، الملك جل جلاله سيجعل هذا الفرعون هو الذي يربيه، لا إله إلا الله. وأول ما تراه امرأة فرعون تقول قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، جمال وما شاء الله. يعني بقول لحضرتك، ينجي الله موسى بستر رقيق جدا لا يخطر لك على بال، ألا هو ستر المحبة. تقذف محبة موسى في قلب امرأة فرعون، بمجرد ما تراه القلب يمتلئ بحبه. قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، خلاص لا تقتلوه. يا إلهي، موسى في قصر فرعون، تصور بقى، في قصر فرعون يؤتى له بالمراضع، بمرضعة بعد ما في فايدة، لأن الله وعد أن ترضعه أمه ويؤتى بأمه، وهي الآن. عاوز حضرتك تعيش معاه بقلبك وعقلك في آن. أم موسى جالسة الآن في قصر فرعون، وموسى في صدرها ترضعه، وفرعون يأمرها أرضعيه، أكرميه، أشبعيه، لا إله إلا الله. فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. يا الله على حلوة التوكل. بس حقق، خذ بالأسباب وعلق قلبك بمسبب الأسباب، والله الذي لا إله غيره ستسعد في الدنيا والآخرة. ارجع معايا بسرعة كده للسعداء دول، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أم صحابي جميل جليل اسمه عكاشة بن محصن ابن محصن، وقال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. يا الله، قال أنت منهم. فقام صحابي آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة. انظر إلى هذا الفضل وإلى هذا الكرم، بل وحتى إلى عظيم خلق ولطف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ارجع معايا تاني الارض المحشر، خلاص الزمرة دي دخلت الى الجنة. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم برحمتك، ان كنا لسنا اهلا والله لان نلحق بهؤلاء، فمن نحن لنلحق بهؤلاء الاصفياء الاتقياء، فاللهم الحقنا بهم برحمتك لا بأعمالنا. اللهم إن قصرت أعمالنا فبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مع هذه الصحبة الكريمة المباركة. طيب، انطلقت هذه الزمرة الكريمة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب، ويبدأ بتطاير الصحف. يبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب، ويبدأ العرض بتطاير الصحف. يا الله،
قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، أي على الله. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. العرض. أخي الحبيب، هل حضرت يوما محاكمة في قاعة محكمة من محاكم الدنيا؟ أرجو أن تنتقل معي سريعا إلى قاعة محكمة، وتصور معي وانظر إلى وجوه الخلق حين يدخل الحاجب بين يدي هيئة المحكمة ليصرخ في هذه القاعة صرخة مدوية: محكمة، وينصت الكل. وتدخل هيئة المحكمة ويتوسط الهيئة رئيس المحكمة، وبعد جلسات مطولة ومداولات ومرافعات يبدأ رئيس المحكمة في قراءة أو في النطق بالحكم، ويقرأ الديباجة بين يدي نطقه بالحكم. عاوز حضرتك تتصور معايا وجوه الخلق، بالله انظر، انظر معي، ترى الدموع تنهمر مضرارا على بعض الوجوه، وترى وجوها أخرى قد تملكها القلق والخوف والفزع، وترى الصدور تعلو وتهبط، وترى الأبصار لكل أفراد القاعة معلقة شاخصة لا تطرف تقريبا، متعلقة برئيس المحكمة، وتسمع وترى الأذان تصغى أو صاغية لسماع هذا الحكم. كل هذا في الدنيا، في قاعة محكمة في الدنيا. أخي أخي أخي، هل تصورت هذه اللحظات وأنت واقف بين يدي رب الأرض والسماوات، بين يدي ملك الملوك جل جلاله، على رؤوس الخلائق، على رؤوس الأشهاد، وأنت عار كما ولدتك أمك؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، تتقدم لتقف بين يدي الله جل وعلا، لتدفعك الملائكة، لتسوقك الملائكة سوقا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وأنت في أرض الموقف، في أرض المحشر، ينادى عليك باسمك: أين فلان ابن فلان؟ من؟ هذا هو اسمي. ماذا تريدون يا ملائكة الله؟ أقبل. هلم إلى العرض على الله جل وعلا: يا الله، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ينادى عليك فيقرع النداء قلبك، ترتعد فرائصك، تضطرب جوارحك، وتدفع لتقف بين يدي الله ليكلمك ملك الملوك. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم تتطاير الصحف كما ذكرت. كنت من السعداء، اللهم اجعلني وإياك وإياك أيتها الأخت الكريمة من السعداء. إن كنت من السعداء وجدت كتابك باليمين، الله أكبر، وجدت كتابك باليمين، فتقرأ
يا الله يكلمك ربك ويدنيك يقربك. قال الحبيب كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: يدنى يقرب المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف الستر والرحمة في اللغة، ليس تأويلا لصفة، الكنف في اللغة الستر والرحمة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه. يعني يقول الله جل وعلا للمؤمن: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ، ما بعرفش اقرأ، حتقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. تأخذ كتابك. يقول الحبيب: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، أي ستره ورحمته، ويقرره الله بذنوبه: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي من الذنوب والمعاصي، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي من الذنوب والمعاصي. الصحيفة لا تغادر بلية كتمتها، ولا معصية أخفيتها، كل شيء مسطر، كل شيء مدون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل شيء موجود. عبدي، يقول الله لك: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: رب أعرف، رب أعرف، أنا عارف يا رب، اسمع اسمع. فيقول الله جل وعلا للمؤمن: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله، ولكني سترتها عليك في الدنيا، والله ما سترك الله في الدنيا ليفضحك في الآخرة، أبدا أبدا، والله والله ما سترنا هنا ليفضحنا هناك. ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. انطلق سعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، فينطلق في أرض المحشر وكتابه بيمينه يبحث عن أهله وأحبابه وخلانه، فإذا رأى أحدا ممن يعرفه يقول: ها أم اقرأوا كتابية، ها هو كتابي بيميني، اقرأوا معي، ها أم اقرأوا كتابية، هذا توحيدي، وهذه صلاتي، وهذه زكاتي، وهذا صيامي، وهذا حجي، وهذا بري بوالدي، وهذا قيامي لليل، وهذه نفقتي على الفقراء والمساكين، وهذا صدقي، وهذا إخلاصي، وهذا وهذا وهذا. ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طيب الأخرى والعياذ بالله، يرى كتابه بشماله: يا رب سلم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، أين الأموال، هلك عني سلطانية، أين الجاه، أين الكرسي، أين المركز، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه،
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون المؤمنون الموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. عاوز حضرتك تعيش الموقف ده، وحاسب نفسك دلوقتي قبل أن تحاسب بين يدي الحق جل جلاله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا أخي أنا أعجب، سبحان الله، الله الملك الحق العدل، ومع ذلك يحاسب خلقه في هذا اليوم بعدل مطلق، بل بفضله بعد عدله. والله لو عاملنا بعدله لهلكنا، والله لو حاسبنا بعدله لهلكنا. قمة العدل وبعده قمة الفضل. تدبر معي، قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، عشان تبقى عارف ان المسائل عدل مطلق. وما ربك بظلام للعبيد، قال سبحانه: ان الله لا يظلم مثقال ذرة. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قمة العدل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. مسؤولية فردية، لا يحمل إنسان ذنب إنسان آخر ولا يتحمل وزره على الإطلاق. بل ومن أرق صور العدل إعذار الله لخلقه، مع أنه العدل الحكيم اللطيف الخبير يعذر الله لخلقه فيقدم لهم أعمالهم مدونة في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يا الله، شايفه كل حاجة أمامك عملتها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أنا شايفه، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إعذار من الله لخلقه، ملكش عذر، ملكش حجة، الكتاب موجود، اقرأ، كل شيء مدون. كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنا أخفيناها أظهرها الله لنا وأبداها. فيا حسرة قلوبنا في هذه اللحظات على ما فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا جل جلاله. وبعد كل ذلك الشهود، مش ممكن شهود الله جل وعلا يأتي بشهود على العبد بعد كل هذا؟ أيوة شهود. من الشهود؟ أعظم الشهود هو الله. إن الله كان على كل شيء شهيدا. والله على كل شيء شهيد. الله. وبعدين الرسول،
كل رسول يشهد على أمته، وأمة الحبيب تشهد على كل الأمم، والمصطفى يشهد على أمة الحبيب وعلى كل الأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك أي بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدة، وبعدين الملائكة، الله يشهد والرسول يشهد والملائكة تشهد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملائكة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة تشهد. وفي رواية في سنن الترمذي وفي سندها ضعف من باب الأمانة العلمية، قال: يومئذ تحدث أخبارها، قال الرسول: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد الأرض على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، فتقول: يا رب عمل كذا وكذا. العبد سبحان الله عنده جرأة عجيبة حتى في هذا الموقف بين يدي ملك الملوك. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، والحديث في صحيح مسلم حديث أنس، جلس بين الصحابة فضحك عليه الصلاة والسلام، وبيسأل الصحابة بيقول لهم: مش تسألوني أنا بضحك ليه؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من مجادلة العبد لربه تبارك وتعالى يوم القيامة. الله أكبر، معقول يقول العبد لربه جل جلاله: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ نعم، بلى، الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. يقول العبد الجريء لربه جل جلاله: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ألم تؤمنني من الظلم؟ فيقول الله جل وعلا: بلى. فيقول العبد: فأنا لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فيختم الله على فيه على لسانه، خلاص ما ينطقش بقى اللسان، ما يتكلمش، ويأذن الحق تبارك وتعالى لأركانه أي لجوارحه أن تنطق. الله أكبر، تنطق الباء، الإيد تتكلم: عملت كذا وكذا. الإيد، الفرج، البطن، الرجل، كل الجوارح تشهد: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا الله، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. العبد يقول: أنا لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدة. فيختم الله على فيه أي على فمه، ويأذن لأركانه أن تنطق، فتشهد عليه كل جوارحه. ثم يخلى بينه وبين الكلام بعد ذلك، فيلعن جوارحه ويقول: سحقا لكن وبعدا لكن، فعن كن كنت أناضل. لا، ويأتي بعد ذلك بقى الفضل، بعد قواعد العدل دي يأتي الفضل. إيه الفضل؟ يأتي الفضل لأهل التوحيد والإيمان، فيبدل الله سيئاتهم حسنات، فيبدل الله سيئاتهم حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. وفي رواية جميلة أوي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله جل وعلا لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. اعرضوا عليه في الصحيفة الذنوب الصغيرة وداروا الذنوب الكبيرة دلوقتي، اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. قال: فتعرض عليه صغار ذنوبه ويقال له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا 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 يوم كذا وكذا. فقل: نعم. يقول المصطفى: لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. يا دي المصيبة، دي صغائر الذنوب فقط، اللي كان نسيه واللي ما كانش كله موجود، فهو مشفق من أن تعرض عليه الذنوب الكبيرة. وفي هذه الحالة من الفزع والرعب يقال له:
إن لك مكان كل سيئة حسنة. الله أكبر، تبدل السيئات حسنات. إن لك مكان كل سيئة حسنة. فالعبد هنا بقى يتجرأ وقلبه يجمد فيقول يا رب لقد عملت أعمالا، يعني ذنوب مصايب كبيرة، لقد عملت أعمالا لا أراها هنا، عاوزها عشان تبدل هي الأخرى حسنات. مش ممكن. ثم يزداد الفضل، يزداد الفضل، فتضاعف الحسنات لأهل التوحيد لرب الأرض والسماوات، تضاعف الحسنات. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي مسند أحمد بسند الحسن من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها أو أغفرها. الله أكبر. الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أغفرها. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فعملها كتبها الله له حسنة كاملة، من هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة ولم يعملها، بسيئة ولم يعملها، كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. شايف الفضل؟ هذه قواعد عامة للحساب. يا ترى، خلي بالك من السؤال ده، يا ترى من هي أول أمة ستحاسب بين يدي الله جل وعلا، ومن هم أول من سيقضي الله بينهم من أفراد هذه الأمة، وما هو أول شيء سيحاسب عليه العبد بين يدي الله، وما هو أول شيء يقضي الله عز وجل فيه بين العباد؟ كل هذه الأسئلة نتعرف على جوابها غدا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. الله أسأل أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تحرمنا من صحبة حبيبك المصطفى كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.